النهاردة بنتكلم عن حاجة اسمها Concept of Regular Groups. ايه كلمة Regular Groups؟ بيقولوا الناس ان في Some Representative Elements، يعني في بعض Representative Elements Groups. عارف يعني ايه Representative Elements؟ يعني Group of Block S و Block B except Noble Gas. كل Representative Elements نسميها Regular Group. ليه؟ Because their elements show great regularity and graduation in the properties. يعني في الاليمنتس بتاعت الريبريزنتيتيف دي بيحصل تدرج في البروبرتيز بتاعتها. ها يعني مثلا في الراديوس تجريس بيقل مثلا from group 1A to 7A، الايونيزيشن مثلا بتزيد، بيحصل ايه graduation في البروبرتيز بتاعتها، فبالتالي سميناها ها regular group. الكلام ده مش موجود في الترانزيشن اليمنتس اللي هي elements of D block. احنا هندرس في الشابتر دوا two groups. اول حاجة group 1A و group 5A. group 1A ده من block S و group 5A من block B. group 1A بنسميهم ايه؟ alkali metal. فاكر group 2A بنسميها ايه؟ بسميها earth alkali metal. فاكر group 7A بنسميها ايه؟ halogens group. احنا جروب 1A نسميها alkali metal، فالكالي metals هي elements of group 1A. اول ناس سموها alkali اللي هو اسمها الالكالي اللي هو العلماء المسلمين، فهمني الكلام ده، وخدوها منهم الاوروبيون وسموها alkali metals. تمام. وليه سموها alkali؟ لان their oxide dissolved in water to form alkali. يعني الاوكسايدز بتاعت جروب 1A، يعني مثلا الجروب اللي فيها الصوديوم مثلا الصوديوم اوكسايد بيدوب في الميه dissolved in water to form sodium hydroxide alkali، فسموها alkali metals. طيب ادي جروب 1A اهي، بص اللي فيها اول element اسمه ليثيوم، صوديوم، بوتاسيوم، ريبيديوم، سيزيوم، فرانسيوم. ايه الاتوميك نمبر؟ 3 11 19. دي 37 مش 20 كام؟ مش 27 37. 55 87. طب عرفت ازاي الاتوميك نمبر؟ طبعا انت عارف ان الاليمنتس اوف جروب 1A بيجوا بعد النوبل جاز. اول نوبل جاز الهيليوم ب2 يبقى ده 3، اللي تحتيه ها النيون ب10 يبقى اللي بعديه صوديوم ب11، اللي بعديه ارجون 18 يبقى بعديه بوتاسيوم 19، كريبتون 36 يبقى ريبيديوم 37، بعد كده زينون 54، بعديها 55، بعد كده 86 87. فهمت الكلام ده؟ عارف الاتوميك نمبر. كيف نعمل الكترونيك كونفيجريشن؟ طبعا الاليمنتس اوف جروب 1A الكترونيك كونفيجريشن اند ويز NS1، بننتهي بكام هنا؟ NS1، مش كده صح؟ تمام. يبقى اذا الليثيوم هينتهي ب 2S1 عشان بيريود 2، الريبيديوم 3S1، البوتاسيوم 4S1، الريبيديوم 5S1، سيزيوم 6S1، فرانسيوم 7S1. طبعا هنا بنحط النوبل جاز هيليوم، مش هنا ب2 ادي 1 يبقى 3، بعد هنا النيون ب10 1 يبقى 11، هنا 18 1 يبقى كام 19، 36 1 يبقى 37 and so on. ده الكترونيك كونفيجريشن اوف elements اوف جروب 1A. الاباندنس اوف alkali metal in the nature، طبعا انتشارهم في النيتشر. اول element منتشر في الايرث كراست هو الاكسجين. هتقول لي ازاي الاكسجين؟ الاكسجين موجود كاليمنت في الارض، يعني موجود في صوره ووتر H2O، موجود في صوره ساند، الساند اللي هو السيليكون دايوكسيد فيها اكسجين. الاليمنتس موجوده في صوره روكس، الصخور، والصخور دي ساعات بيبقى فيها اكسجين يعني في الكومباوندز بتاعتها. فاول اليمنت اكسجين، بعديها بعد الاكسجين بيبقى فيه مين تاني؟ السيليكون، وبعد السيليكون الالومنيوم، وبعد كده كالسيوم، بعد كده الصوديوم هنا، وبعد كده اير. الصوديوم هنا في الصوديوم ترتيبه نمبر كام؟ 6 في الاباندنس اليمنتس.
يعني انت اذا كان الاكسجين الاول بعد كده السيليكون مش صح، بعد السيليكون في الومنيوم مش صح، وبعد الالومنيوم في ايرون ترتيبه الرابع، بعد الرابع في كالسيوم، والكالسيوم بعد الكالسيوم في صوديوم، كالسيوم بعد كده صوديوم، وبعد الصوديوم في بوتاسيوم. فهمني كام ده؟ فالصوديوم هنا ترتيبه كام من حيث الاباندنت از ايرث كلاس؟ 6 نمبر 6. وموجود في الارض في صوره روك سولت اللي هو صوديوم كلورايد اللي هو التيبل سولت. البوتاسيوم اباندنت ان ذا ايرث كلاس ترتيبه كام؟ 7. موجود في الارض على هيئه بوتاسيوم كلورايد، وده موجود في السي ووتر. وموجود في صوره حاجه اسمها كارنلايت ديبوزيت، خلي بالك من ده، كارنلايت ديبوزيت. ايه هو الكارنلايت ديبوزيت؟ اللي هو بوتاسيوم كلورايد كي سي ال ام جي سي ال 2 6 اتش 2 او 6 اتش 2. طبعا ده رمز الكارنلايت، خلي بالك الكارنلايت ده هو عباره عن ديبوزيت، يعني رواسب الكارنلايت، نوع من انواع الرواسب اللي موجوده في الارض. البريسبيتيت هو بيكون عباره عن بوتاسيوم كلورايد مغنيسيوم كلورايد 6H2. الفرانسيوم خلاف الصوديوم بوتاسيوم اذر ميتالز بيكون ايه؟ ريلز، يعني نادره. يعني احنا عندك الروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم بيكون ريل ايلمنتس، يعني عناصر نادره. الفرانسيوم ذا راديو اكتيف ايلمنت بيجي منين؟ يجي من ديسنتجريشن او ديكي اوف اكتينيوم. الاكتينيوم طبعا انت عارف الاكتينيوم ده راديو اكتف، وكلمه راديو اكتف يعني النيوكلاس بيحصل لها ديكي وتطلع وتديك راديشن. الراديشن دي ممكن تبقى الفا او بيتا او جاما، ويتحول الاليمنتس دي لمين؟ لانذر اليمنتس دي راديو اكتف. فالاكتينيوم هنا بيكون 2727 ده الماس نمبر، والاتوميك نمبر 89، ده راديو اكتف هيطلع راديشن اللي هي الفا بارتكل اللي هي HE42، وهيديك فرانسيوم 223، يبقى 223 و4 يبقى 227، وهنا 87 و2 يبقى كام؟ 89. ده الفرانسيوم. يبقى الفرانسيوم بنجيبه ازاي؟ ده راديو اكتيف اليمنت، ده برودكت فروم ديسنتجريشن اور ديكي اوف اكتينيوم. الاماونت اوف فرانسيوم اوبتين فروم ذا ديكينج بروسيس، كميه الفرانسيوم ده بيكون فيري فيري سمول. فهمت الكلام ده؟ فبالتالي انا كميه الفرانسيوم صغيره، فبالتالي انا ما اعرفش عنه حاجه. ما اعرفش غير عنه غير الاتوميك نمبر والماس نمبر. الهاف لايف بيريود بيكون 20 مينتس. يعني ايه الهاف لايف بيريود؟ يعني فتره نص العمر وجوده هنا في الارض 20 مينتس. فطب انا هدرسه ازاي؟ كميته صغيره والهاف لايف 20 مينتس، يعني ما اقدرش ادرسه. طب اعمل ايه؟ اعرف ازاي البروبرتيز اوف فرانسيوم؟ فقال لك لو درست انت السيزيوم، ها لو درست السيزيوم تقدر تعرف البروبرتيز اوف السيزيوم موجود. فالبروبس اوف سيزيوم بتشبه كتير للفرنسيوم، فلو ما تدرس السيزيوم كانك درست مينا الفرنسيوم. هندرس الجنرال بروبرتيز اوف فيرست جروب اللي هو الكاليميتال. ازاي بندرس؟ هندرس البروبرتيز بتاعت ايه؟ جروب 1 اي اللي هو الكاليميتال اللي هو الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفرنسيوم. هندرس البروبرتيز بتاعتها. هما كام بروبرتيز؟ هما 10. هنمسك واحده واحده. نمسك اول واحده. اول واحده بس انت عملت الكترونيك كونفيجريشن اوف اليمنتس اوف جروب 1A، لاحظت ايه؟ ان ذا بريزنس اوف سنجل الكترون ان اوتر موست انرجي ليفل كلها بتنتهي ب NS1. يعني ايه NS1؟ يعني اخر ليفل فيه كام هنا؟ في 1 الكترون، اخر ليفل فيه هنا 1 الكترون. طب تستفيد ايه؟ واحد، اول حاجه ان all elements of group 1a characteristic by presence of one single electron in outermost energy level، يعني اخر ليفل في 1a الكترون. تستفيد ايه؟ واحد، ان الاليمنتس دي موجوده في اول البيريود، لان بدل ما اخر ليفل في 1 الكترون يبقى دي الانرجي دي. تستفيد ايه؟ ان الاليمنت دي موجود في البيريود ده فاوله. فبيقول لك استفيد ان بدل ما في الكترون واحد في اخر ليفل، يبقى each element of this group lies at the beginning of new period. يعني كل element بتاعت الجروب دي ها موجوده في اول البيريود. ليه في اول البيريود؟ لان اخر ليفل فيه 1 الكترون. تستفيد ايه تاني؟ ان الاكسيديشن نمبر اوف ذيس element بيكون بوزيتيف 1. الاكسيديشن نمبر كان بوزيتيف 1 مش اخر ليفل فيه 1 الكترون، يبقى ايز لوز الكترون يبقى الاكسيديشن نمبر بوزيتيف 1. فاكر في الترم الاول الاليمنتس اوف جروب 1A كلها بتاخد بوزيتيف 1 ان زير كومباوندز. كمان في حاجه تاني، وانت ماشي كده كانت الايونايزيشن انرجي انكريز مش صح؟ يبقى الاليمنتس بتاعت جروب 1A اقل ايونايزيشن انرجي، يبقى الفيرست ايونايزيشن انرجي بتاعت جروب 1A لزانه ذا اني اذر اليمنتس ان ذا بيريود.
فاهمني الكلام ده؟ يعني الفيرست ايونايزيشن انرجي بتاعت الاليمنتس اللي هنا دي اقل من اي اليمنت تاني في نفس الباريو، مش كده صح؟ يعني ايه هنا؟ يبقى ده بالنسبه لده، بدل ما ده الفيرست ايونايزيشن انرجي اقل حاجه يبقى ايز ذا لوز ها الكترون، بدل ما ايز لوز الكترون يبقى ايز ذا اوكسيدايزد، مع كلمه لوزنج الكترون بيساوي كلمه اوكسيديشن. تستفيد ايه تاني؟ السكند ايونايزيشن انرجي بتاعت الاليمنت دي فيري فيري لارج. ليه؟ لان اخر ليفل في 1 الكترون، فلما تشيله يبقى وصلت للاستراكشر اوف نوبل جاز ده الفيرست. لما تشيل الالكترون الثاني يبقى انت عملت بريكنج كومبليت للفيلد اوف انرجي ليفل، يبقى نيدد هاي اماونت اوف انرجي. يبقى السكند ايونايزيشن انرجي فيري لارج. ليه؟ لان السكند بتعمل ريموفنج فروم كومبليتلي ساتوريتد انرجي ليفل، ده السكند ايونايزيشن انرجي. تمام. رقم حاجه ثانيه، الاليمنت دي اخر ليفل في 1 الكترون يبقى ايز ذا لوز 1 الكترون، يبقى عملت عمليه ايه؟ اوكسيديشن، يبقى اسمها ريديوسنج ايجنت. يبقى ليه الاليمنت بتاعت جروب 1 ايه ريديوسنج ايجنت؟ لان اخر ليفل في 1 الكترون ايز ذا لوز الكترون، يبقى ايز ذا اوكسيدايز، يبقى بسميها ريديوسنج ايجنت. من كل اللي عمل اوكسيديشن هيساوي كلمه ريديوسنج ايجنت. الاليمنت دي ميتال مش كده صح؟ لان عملت لوز الكترون، يبقى هيكون ايونيك كومباوند. ايونيك كومباوند، طب وليه بيكون يعمل لوز الكترون؟ تو ريتش ستراكشر اوف نوبل جاز، تو ريتش ستراكشر اوف ستابيلتي ستيت. يبقى الاليمنت دي بتكون هتكون كومباوند، بس كومباوند مع مين؟ مع النون ميتال، ويكون ايه؟ ايونيك كومباوند. فهمتني؟ حاجه ثانيه، الاليمنت دي اخر ليفل فيها 1 الكترون، يبقى الميتاليك بوند هنا ويك، الميتاليك بوند هنا ويك. يبقى الاليمنتس دي الاتراكشن بين الاليمنتس دي بتكون ويك، يعني الميتاليك بوند ويك، لان الفالنس شيل كونتين كام؟ 1 الكترون. انت واخد من الشابتر اللي فات ان الشابتر 3 ان الميتاليك بوند ديبندنس اون بتعتمد على مين؟ النمبر اوف فالنس الكترون. كل ما يزيد الفالنس الكترون بالالكترون يبقى السترينث اوف ميتاليك بوند انكريز، يبقى الهاردنس انكريز، يبقى بالتالي ها الميلتنج بوينت انكريز. هنا الميتاليك بوند هنا ويك، لان الفالنس شيل كونتين 1 الكترون. تمام. كمان بدل ما الميتاليك بوند يكون هنا ويك، يبقى بالتالي الاليمنت دي سوفت، سوفتس يعني لينه، لينه، وكمان لوست ميلتنج وبويلنج بوينت. ليه؟ لانها ويك ميتاليك بوند. ليه ويك ميتاليك بوند؟ لان الفالنس شيل كونتين 1 الكترون. دي اول بروبرتي اسمها استفدت من الكلام ده كله اللي قلته، استفدت من حاجه واحده ان اخر ليفل فيه ايه؟ 1 الكترون. الحاجه الثانيه الاتوميك سايز، الاتوميك سايز السايز بيكون ايه؟ وانت ماشي كده الاتوميك سايز ديكريز، مش كده؟ يبقى الاليمنتس بتاعت جروب 1 ايه دي؟ الاتوميك سايز بتاعتها كبيره جدا. يبقى اكبر اتوميك سايز في التيبل هو اليمنتس اوف جروب 1 ايه؟ فاهمني الكلام ده؟ واكبر سايز اللي هو السيزيوم، سيبك من الفرنسي مش راديو اكتيف اليمنت، ها فهمتني؟ طب تستفيد ايه من اتوميك سايز كبير؟ فبيقول لك هنا الاتوميك سايز بتكون اكبر اتوميك سايز اللي هي اليمنتس اوف ذيس جروب بالنسبه لاي اليمنت تاني في الباريو. طب تستفيد ايه؟ لما الاتوميك سايز انكريز ها يبقى الفالنس الكترون ليس اتراكت تو ذا نيوكلوس، يبقى ايزلي ها لوز الكترون، هيسهل يحصل ايه؟ لوز الفالنس الكترون. طب يبقى هنا ليه؟ لان لما الاتوميك سايز كبير يبقى الفالنس الكترون ليس اتراكت تو ذا نيوكلوس، يبقى ايز لوز مينا الكترون اند فورم بوزيتيف ايون، ويكون ايون بوزيتيف، ولذلك الاليمنت دي بنسميها الكترو بوزيتيف مينا اليمنت. ليه سميناها الكترو بوزيتيف اليمنت؟ لانها ايز لوز الكترون اند فورم بوزيتيف ايون اللي هو الكاتايون، فبنسميها الكترو بوزيتيف اليمنت. الاليمنت دي وانت ماشي كده، وانت ماشي كده الكترونيجاتيفيتي بتزيد، يبقى اقل الكترونيجاتيفيتي دول، فبالتالي الاليمنت دي لو الكترونيجاتيفيتي لما تقارنها باي اليمنت تاني موجوده في نفس الباريو. فهمت الكلام ده؟ بدل ما هي لو الكترونيجاتيفيتي يبقى ممكن تتحد مع النون ميتال، النون ميتال لمين؟ ها هاي الكترونيجاتيفيتي، ويكون سترونج ايونيك بوند. يبقى الميت الاليمنتس اوف جروب 1 ايه ده اقل نيجاتيفيتي، فممكن تتحد مع نون ميتال، النون ميتال هاي نيجاتيفيتي، فلما يتحدوا الاثنين مع بعض يكونوا ايونيك بوند. الاليمنت دي لما السايز بتاعها كبير، مش السايز بتاعها كبير، يبقى الفوليوم بتاعها كبير، يبقى الدنستي لو، لان الدنستي بيساوي ايه الدنستي؟ الدنستي بيساوي هنا مين؟ ماس اوفر فوليوم، ماس اوفر فوليوم. فلما السايز بتاعها كبير يبقى الفوليوم كبير،
يبقى الدنس بتاعتها تبقى صغيرة. كمان هنا بنلاحظ حاجة غريبة، بدل ما هو الفوليوم كبير يبقى بالتالي الفالنس الكترون ليس اتراكت ذا نيوكلاس، يبقى ايز لوز الكترون، يبقى من السهل ايه تنطلق الالكترونات من اخر سيرفس من الكالوميتر، من السهل الالكترون تمشي من هنا من السيرفس بتاع الميتال، فاهمني؟ تمشي. فلما تمشي الالكترون دي لما تتعرض لللايت، لان دي لايت، دي هنا لايت، اللايت دي عباره عن انرجي، يعني انت اللايت ده انرجي، لما الانرجي بتاع اللايت ينزل على الاليمنت دي الالكترون ليس اتاكس النيوكلاس، فالالكترون ده ياخد الانرجي بتاعت اللايت ويسيب الاتوم ويمشي. فلما هو يمشي، فهمني الكلام ده، يبقى حصل موشن اوف الكترون. فبستخدم الاليمنت دي في حاجه اسمها فوتو الكتريك فينومينا. يعني ايه فوتو الكتريك فينومينا؟ ظاهره الكهروضوئيه. لذلك السيزيوم بيستخدم في الفوتو الكتريك سيل. ليه السيزيوم والبوتاسيوم بيستخدم في فوتو الكتريك سيل؟ لان السيزيوم لارج اتوميك سايز، والبوتاسيوم والسيزيوم والبوتاسيوم، خلينا في السيزيوم لارج اتوميك سايز وسمول ايونيزيشن انرجي. لما تعرض السيزيوم لللايت، ها اللايت انرجي، فالالكترون بتاع السيزيوم اللي في اخر ليفل بيكون ليس اتراكت ذا نيوكلاس، فلما يتعرض لللايت اللايت ده انرجي، فالالكترون ياخد انرجي ويسيب ايه المكان ويمشي، يحصل له ليبريتد يمشي. وهو ماشي الالكترون يفقد الانرجي في صوره الكتريستي، فاهمني الكلام ده، ويرجع تاني مكانه، فاهمني، ينزل عليه لايت تاني، الالكترون ياخد الانرجي بتاعت اللايت ويسيب المكان ويمشي. وهو ماشي ها تتحول الانرجي اللي خدها الالكترون لالكتريستي، تشغل مثلا الكالكوليتر، تشغل اي حاجه، فاهمني، ويرجع تاني مكانه اند سو اون. فبستخدم السيزيوم والبوتاسيوم في الفوتو الكتريك سيل. ليه؟ لانهم ليهم لارجر سايز لو ايونيزيشن. وين اكسبوزنج تو ذا لايت، لما تعرضوا لللايت الالكترون اللي في الاوتر سيرفس كان بي ايه ريموفد، كان بي ليبريتد، فهمتني؟ واحد يقول لك ده الليثيوم والسيزيوم، فهمت كام ده؟ طب واحد يقول لك هنا ما خدتش ليه فرانسيوم؟ فرانسيوم ده راديو اكتف، راديو اكتف اليمنت الفرانسيوم، فهمني، مش استخدم. طب ما خدتش الليبيديوم؟ انتشار في الارض قليل. طب ما خدتش ليه الصوديوم والليثيوم؟ الصوديوم والليثيوم السايز بتاعهم بيكون ايه؟ صغير شويه، احسن اثنين اليمنت واحسن واحد اللي هو السيزيوم. لكن البوتاسيوم والسيزيوم ينفعوا، هما الاثنين في الفوتو الكتريك مينا فينومينا، فخلي بالك من الكلام ده كويس. حاجه ثانيه، في حاجة اسمها اتوميك سبيكترا، اسمها دراي ديتكشن، أو بيسموها فليم تيست. خلي بالك من الحتة دي. إيه الفليم تيست؟ بص لي كده معايا، دي مهمة جدا. الفليم تيست بيقول لك هنا إيه؟ الفالنس الكترون بتاعت الإليمنت دي موجودة في الأوتر إنرجي ليفل، الإلكترون اللي في الآخر الشيل دي لسه أتراكت ذا نيوكلاس، فممكن يحصل لها إكزايتد، يحصل لها إصرار من لور إنرجي ليفل لهاير إنرجي ليفل، يعني بالهيتنج او الكتريك مينا ديستشارج. الالكترون يروح ايه طالع لفوق، الاكزايت الالكترون يطلع لفوق، يطلع لفوق الانرجي في العالي، بيكون انستيبل، بعد كده يعمل ايه ريتين تو اتس اوريجينال ستيت، يرجع تاني للجراوند ستيت. وهو راجع يعمل ايه لوز ذا سيم اماونت اوف انرجي، ها يفقد نفس الانرجي ويتش ابزوربد ديورينج اتس اكزايتيشن، يفقد نفس الانرجي اللي فقدها اثناء الاكزايتيشن في صوره مين؟ سبيكترا لاين اللي هو الفيزابل لايت اللي احنا هنشوفه. مش فاهم، هفهمك الكلام ده، اسمعني كويس. احنا هنجيب، بص كده معايا عشان تفهمها، تفهم الكلام ده كويس، هنجيب بلاتينيوم واير، سلك بلاتين. اسم التست ده اسمه ايه؟ دراي تيست، او بسميه فيلم تيست. هجيب بلاتينيوم واير واروح اعمل له ديب ان كونسنتريتد هيدروك اسيد، يعني انا هجيب هنا HCl، اجيب بلاتينيوم واير هكذا، ده هنا اتش سيل، اجيب بلاتينيوم واير اهوت، دي بلاتينيوم واير، دي بلاتينيوم، دي بي تي هنا بلاتينيوم واير، ده اعمل له ديب في اتش سيل. ليه؟ عشان تو كلين ات، عشان ننضف له بلاتينيوم واير ده فيه امبيورتيز يحصل له ايه؟ ينضف، ويكون البلاتينيوم واير هنا از ويت، يعني ويت يعني مبلل. بعد كده ناخد البلاتينيوم واير ده بعد ما غمسته في اتش سيل نحطه في الانون سولت، يعني مثلا نحطه في مثلا في صوديوم كلورايد، صوديوم مينا كلورايد سولت، صوديوم كلورايد ده سوليد، ده حاجه ايه؟ سوليد. يعني هنا بلاتينيوم واير ديب ان اتش سي ال عشان تو كلين ات، وبعد كده ديب مينا نغمس البلاتينيوم واير ان دراي سولت، دراي سولت يعني نحطه في صوديوم كلورايد سوليد. فالصوديوم كلورايد ده بيعمل ايه؟ بيحصل له بيعمل ايه؟ بيحصل له هنا بيمسك في البلاتينيوم واير، لان البلاتينيوم واير ويت مبلل، فالصوديوم كلورايد يحصل له ايه؟ يلزق فيه، يلتصق فيه، فاهمني الكلام ده؟ بعد كده هات الفليم وحط بلاتينيوم واير على مينا، ها؟ قال لك عرض اكسبوز تو ذا نون ليمونس ريجن اوف بنزفيلين. البنزفيلين في حته بيبقى فيها غير مضيئه، في حته هنا في البنزفيلين هذه، بص الحته دي
غير ايه؟ ودي نون اليوميتك ريجون، الحته دي نحط فيها بلاتنا واي، مش كده صح؟ تمام. كام بقى؟ هنشوف نلقى ان الكلر اوف فليم، الكلر اوف فليم هيكون اسمه جولدن يلو، هيبقى لون زي كده، الكلر اوف فليم يكون ايه؟ ها؟ جولدن يلو. الكلر اوف فليم يكون ايه؟ جولدن يلو. جولدن مينا يلو. وصلت؟ طب السؤال ايه اللي حصل؟ طبعا لما تحط بلاتنم في الصوديوم كلورايد، الصوديوم بوزيتيف والكلورين نيجاتيف، فالصوديوم كلورايد هيلزق على مين؟ على البلاتنم واير. جميل، لما هيلزق الصوديوم كلورايد على البلاتنم واير، ركز معايا، مش هيلزق على البلاتنم واير الصوديوم كلورايد؟ تمام. لما يلزق على البلاتنم واير انت هتعرض الفليم، الفليم ده انرجي، الانرجي يعمل اكزيتيشن للالكترون بتاعت الصوديوم ايون. طبعا الصوديوم عباره عن الصوديوم، بص كده هنا 2 ها وهنا 8، و2 هنا 8 وده بوزيتيف مش صح؟ والكلورين هنا بيكون ايه؟ نيجاتيف. 2 ها 8 ها 8 مش صح كده يا اخوانا؟ 288 هنا دي 288 ماشي كام ده؟ 288 تمام. هنا الشيء الغريب في الحته دي ان الانرجي بتاعت الفليم هتعمل اكزيتيشن الالكترون بتاعت الصوديوم، فالالكترون يحصل لها ترانسفير فروم لور تو مينا هاير، الالكترون في الهاير انستيبل ترجع تاني وهي راجعه تفقد الانرجي، تفقدها في صوره سبيكتر لايت اللي هو اللايت اللي انت بتشوفه اللي هو الجولدن يلو. تمام، الجولدن يلو دي اسمها فليم تيست. تمام، طب ليه الفليم ما عملش اكزيتيشن الالكترون بتاع الانايون؟ لان هنا الصوديوم ده ميتال فالسايز بتاعه كبير، فالالكترون لسه اتراكتد للنيوكلس، فالانرجي بتاعت الفليم تقدر تعمل اكزيتيشن الالكترون بتاعت الصوديوم. لكن الكلورين ده نون ميتال، السايز بتاعه صغير، فالالكترون مور اتراكت زي النيوكلس، فصعب الانرجي اوف فليم تعمل لها اكزيتيشن. فالفليم تيست بتكشف عن حاجه اسمها الكاتايون، يعني انت لما شفت جولدن يلو يبقى استفدت ايه؟ استفدت حاجه ان الصوت ده فيه صوديوم ايون. فالفليم تيست بتعمل ديتكت، خلي بالك الفليم تيست بتعمل ديتكت على الكاتايون، ما تعملش ديتكت على الانايون. الفليم تيست اسمها بتعمل ديتكشن على الكاتايون، الحته البوزيتيف اللي في الصوت. الفليم تيست ما بتكشفش عن الميتال، بتكشف عن الكاتايون ان اتس سول، يعني بتكشف عن ايه؟ البوزيتيف ايون اللي هو الكاتايون، الحته البوزيتيف. فهمت الكلام دوت؟ طب حاجه ثانيه، شيل الصوديوم كلورايد وحط مكانها ليثيوم كلورايد، فاهم ليه سمينا كلورايد؟ نفس الفكره، هيطلع لون ايه؟ كريمزون. فالانرجي بتاعت الفليم عملت اكزيتيشن للالكترون بتاعت الليثيوم ايون، فالالكترون طلعت لفوق، بعد كده رجعت تاني وهي راجعه تفقد الانرجي في صوت مينا، تفقدها في صوت مينا لايت او سبيكترا لاين اللي هو اللايت، اللون هيكون كريمزون قرمزي. شيل الليثيوم كلورايد وحط ايه؟ بوتاسيوم كلورايد. فاللون هيبقى هنا بيل فايلوت. شيل البوتاسيوم كلورايد حط السيزيوم كلورايد مثلا، فاللون هيبقى ايه؟ بولش فايلوت. فده اسمه فليم تيست. يبقى الفليم تيست بيسموه دراي تيست، فاهمني الكلام ده؟ بيكشف عن ايه دراي تيست او الفليم تيست؟ الفليم تيست او دراي تيست بيكشف عن حاجه مهمه جدا، عارف ايه هو اللي بيكشف عنه؟ بيكشف عن قال لك ذا بريزنس اوف كاتايون ان اتس سولت، بيكشف عن ايه؟ وجود الكاتايون في الصوت. تمام الكلام ده؟ كمان ليه سموه دراي تيست؟ ليه سموه دراي ديتكشن؟ لانك انت بتكشف عن الصوديوم في الصولت اللي بيكون سوليد، يعني انت ما بتحطش بلاتنم واير في الصوديوم كلورايد سوليوشن، بتحطه فيها صوره ايه؟ سوليد، فبيسموه دراي تيست. مفيش ووتر هنا في الموضوع ده خالص، دراي تيست. طب لو جيت في الامتحان وقلت لك كيف تعمل ديفرنشيت بين صوديوم سولت ها وبوتاسيوم سولت، كيف تفرق بين الصوديوم سولت وبوتاسيوم سولت؟ بالفليم تيست. اللي هيدي كريمزون يبقى اللي هيدي احنا قلنا صوديوم سولت وبوتاسيوم سولت، اللي هيدي جولدن يلو يبقى صوديوم سولت، اللي هيدي بيل فايلت يبقى بوتاسيوم سولت. لكن ما يقدرش يقول لك في الفليم تيست كيف تعمل ديفرنشيت بين الصوديوم والبوتاسيوم، غلط، لان هو الفليم تيست ما بيكشفش عن الميتال، يكشف عن مين؟ الميتال ان اتس كومباوند. خلي بالك بيكشف عن البوزيتيف ايون، بيكشف عن الاليمنتس اوف جروب 1A ان اتس سولت. خلي بالك من الحته دي، دي الفليم تيست، دي الفليم ايه؟ تيست. ده بالنسبه للفليم تيست. فهمتني الكلام دوت؟ اعرفهم الليثيوم هيدي كريمزون، الصوديوم هيدي جولدن يلو، البوتاسيوم هيدي بالفايلوت، السيزيوم هيدي ايه؟ بولش فايلوت. حاجه ثانيه، نيجي هنا دي خدنا كام بروبرتي كده؟ 3 هم 10. نيجي نمبر 4 effect of atmospheric مينا اير، ايه تاثير الاتموسفيريك اير؟ بيقول لك هنا الهواء، يعني لو سبت الاليمنت دي في الاير هيحصل ايه؟
قال لك all metal of this group chemically active. ليه ال element دي chemically active؟ عشان السايز بتاعها large. فلما السايز بتاعها large يبقى الالكترونليز attract to the nucleus. يبقى easily lose electron. يبقى easily oxidize. يعني reducing agent. فالالمنت دي active are oxidized easily in air. فلما تتأكسد بالoxygen of air بيفقد الميتاليك لاستر. يعني ايه الميتاليك لاستر؟ يفقد البريق. فالصوديوم اهلي بريق بيلمع. صوديوم ليه بريقه بيلمع. لو سبتوا القرش في الطبقه الاخيره دي اللي من فوق دي حصلها ايه؟ بقت هنا براون، بقت هنا بلاك. فهمني الكلام ده ليه؟ بقت جراي. فهمني الكلام ده ليه؟ ليه ليه الطبقه دي؟ لانها عملت اوكسيدايز مع الاوكسجين اوف اير، فقد بريقها. كله يتفاعل مع الاوكسجين اوف اير ما عدا هنا الليثيوم. ممكن الليثيوم وممكن الليثيوم. قال لك الليثيوم ممكن ايه رياكت مع النيتروجين اوف اير. فلما الليثيوم رياكت مع النيتروجين اوف اير يطلع حاجه اسمها ليثيوم نيترايد. فاكر النيترايد؟ ليثيوم ال اي نيترايد يبقى ان. الفالنس بتاع النيترايد ترايفالنت والليثيوم مونوفالنت. لو الليثيوم نيترايد سبته في الاير هيعمل رياكت مع الووتر. ها الووتر فيبر اوف اير او رياكت مع الووتر يديك ليثيوم هيدروكسيد بلس امونيا جاز. بلس امونيا جاز. فالليثيوم ممكن يتفاعل مع النيتروجين في وجود الاتموسفيريك اير، النيتروجين بتاع الاير باي هيتنج. يبقى لازم يكون في هنا هيتنج، خلي بالك هيتنج. ها بروديوسنج ليثيوم نيترايد which react with water، يتفاعل مع الووتر to produce منها امونيا جاز. اي element of group 1a يتفاعل مع الاكسجين ويكون اوكسايد. اي element في اي element ها بتاع جروب 1a تحط له اكسجين يطلع ميتال اوكسايد ويفقد اللستر بتاعه. لكن الليثيوم ممكن يتفاعل مع مين؟ النيتروجين، ويطلع ليثيوم نيترايت ها ويتفاعل مع الووتر يطلع امونيا. يعني انت لو سبت الليثيوم في الاير ها بس باي هيتنج، فهمني الكلام ده، ها هيديك امونيا جاز ايفولفد في النهايه. ليه؟ لان الليثيوم رياكت مع النيتروجين يطلع ليثيوم نيترايت، والليثيوم نيترايت رياكت وذ ووتر يديك امونيا جاز ايفولفد وليثيوم هيدروكسيد. قال لك الاليمنتس الكالاي ميتال ار كيبت اندر ذا سيرفيس اوف ليكويد. قال لك كل الميتال بتاعت جروب 1A بنحفظها، لو سبتها في الهواء هتتفاعل مع الهواء. طب انا عايز احافظ عليها عشان مش عايزها تعمل رياكشن مع الاير، طب اعمل ايه؟ قال لك دي كلها كيبت اندر ايه سيرفيس اوف ليكويد اوف هيدروكربون ساتش اس كيروسين. يعني اجيب ليكويد هيدروكربون، كلمه هيدروكربون يعني مركب فيه كربون وهيدروجين زي الكيروسين. الكيروسين ده كومباوند فيه كربون وهيدروجين، فلذلك سميته هيدروكربونز. ده ليكويد هحط فيه، احفظ فيه الصوديوم، احفظ فيه البوتاسيوم. ليه؟ الصوديوم مش هيعمل رياكت مع الهيدروكربون ده عشان تو بريفنت ذا رياكشن ويز هيوميد اير due to high chemical activity. انا ليه بحفظ elements of group 1A او ليه بحفظ الالكالي ميتال under liquid of hydrocarbon such as kerosene؟ علشان مش هيعمل react مع مين؟ مع الميتال دي. علشان انت لو سبت الميتال دي في الاير هيعمل react with air. ها تمام؟ ليه يتفاعل مع الاير؟ لان الالمنت دي high chemical activity. فهمتني؟ دي نمبر 4. نمبر 5 reaction of alkali metal with water. Reaction with mina of alkali metal with mina water. Metal of this group are located at the top of electrochemical series. الميتال بتاعت جروب 1A موجودة في التوب في السيريس. الصوديوم والبوتاسيوم كل ده موجود في التوب. فممكن تعمل replace the hydrogen of water. ولما تعمل replace the hydrogen of water ها ويطلع heat. والheat ده تقابل الهيدروجين تعمل له pop sound. يعني انت بص هنا لو خدت البوتاسيوم وحطيته في water يدي ايه؟ انفجار شديد. الصوديوم يشتعل يدي فليم. البوتاسيوم يتفاعل، التفاعل يبقى اقل شويه. ليه؟ لان الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم دول اباف هيدروجين انيها ان ووتر. فلما هو اباف هيدروجين ان ووتر، فاهمني الكلام ده، مش اباف هيدروجين، فيعمل ريبليس هيدروجين اوف ووتر. ولما هو يعمل ريبليس هيدروجين اوف ووتر، فاهمني، يطلع الهيدروجين ايه ايفولفد، وده يصاحبه ايه ليبريشن اوف انرجي. فالانرجي تقابل الهيدروجين تعمل له ايه بوب ساوند. This reaction more vigorous يعني عنيفة. vigorous عنيفة. ها لما تنزل الجروب دي يعني from lithium to cesium، يعني كل ما بتنزل مثلا احنا اول element اسمها cesium، بعد كده صوديوم مش صح، بعد كده بوتاسيوم، بعد كده ريبيديوم، بعد كده مينا cesium مش صح. اسألك سؤال، وانت نازل كده ها مين اعنف في الرياكشن؟ السيزيوم. يعني لو حطيت الليثيوم في ميه يبقى التفاعل عنيف شوية. ده اكتر، ده اكتر، ده اكتر، ده اكتر، فاهمني؟
فكل ما بتنزل فروم ليثيوم تو سيزيوم الرياكشن بتاع السيزيوم بيكون ايه؟ بيعمل اكسبلوجن انفجار. طب ادي الصوديوم، مش ادي الصوديوم مع تو ووتر، الووتر هنقسم ادي اتش، بص وهنا ايه؟ او اتش، مش صح؟ طبعا هنا اتش ومينا او اتش كده، هنا تو مش صح؟ وهنا تو، فالصوديوم هنا يعمل بليس الهيدروجين ويطلع الهيدروجين جاز ايفولف ويديك صوديوم هيدروكسيد، وهنا بلس هيت، الهيت دي تجاب الهيدروجين تعمل له هنا بوب ساوند. فبيجي سؤال هنا في الجزء ده، بيجي سؤال في الجزء ده، خلي بالك بيجي سؤال، ها السؤال بيقول ايه؟ بيقول لك هل ممكن الصوديوم فاير ار نوت ديستينج اكستينجوش باي ووتر؟ هل ممكن؟ طبعا مش ممكن اطفي حريقه الصوديوم بالميه، يعني لو عندك حريقه سببها الصوديوم، ها اروح احط عليها ميه اطفيها، طبعا هتنفجر اكتر، ليه؟ لان الصوديوم رياكت سترونجلي وذ ووتر، وده بيطلع اكزوثيرميك رياكشن، حراره. which lead to burning the evolved hydrogen gas. فالحرارة دي تجاب الهيدروجين جاز اللي طلع من الرياكشن دي تعمل ايه؟ بوب ساوند. ما بنطفيش احنا حرايق الصوديوم بالووتر، لكن ممكن نطفيها باي يوزنج ساند، رمله. نرش على مكان الحريق ده رمله، فلما نرش رمله بيتغطى المكان ده بالرمله، فبيفصل الحريق عن ايه؟ الاوكسجين اوف اير، فالحريق بتطفي. خلي بالك. دي نمبر كام؟ 5 رياكشن اوف الكالي ميتال ويز مينا ووتر. طب لو انت كل الميتال، يعني انت خدت هنا كاكزامبل صوديوم، ها خد السيزيوم، خد البوتاسيوم، خد اي حاجه معلومه هيطلع نفس الفكره، يطلع ميتال هيدروكسيد بلس هيدروجين. انت خدت الصوديوم كاكزامبل، لكن اي اليمنت في الجروب دي ليثيوم، ها بوتاسيوم، ريبيديوم، ها سيزيوم، مع الوقت يطلع ايه؟ ميتال هيدروكسيد بلس مينا هيدروجين. نيجي نمبر 6 رياكشن اوف الكالي ميتال ويز مينا اوكسجين. هنفعل الكالي ميتال مع مينا الاوكسجين ازاي؟ قال لك هنا the graduation in activity of metal of group 1A because clear واضحه جدا the reaction of oxygen. يعني انت نازل اول حاجه ليثيوم مش صح، بعد كده من صوديوم، بعد كده من بوتاسيوم مش صح، وانت نازل، ها وانت نازل كده مش الاكتيفيتي بتزيد؟ فبيقول لك هنا تفاعل الاليمنت دي مع الاكسجين بيوضح لك الجراديويشن بتاع الاكتيفيتي. يعني ازاي؟ هقول لك حاجه. When these metal are burned in atmospheric of oxygen, pure oxygen. لما تحرق الاليمنتس دي مع الاكسجين، خلي بالك هناك هنحرقها مع مين؟ الاكسجين. يعني ايه؟ يعني ناخد الاليمنتس دي ونحرقها مع الاكسجين، هيطلع 3 تايب اوف اوكسايد. فمثلا الليثيوم، الليثيوم لو انت حطيت له اكسجين، ها وبرده عند كام هيت؟ 180 ديجري، هيطلع ليثيوم اوكسايد. الليثيوم اوكسيد ده النورمال اوكسيد العادي، الليثيوم مونوفالنت والاكسجين دايفالنت. الصوديوم لو عملت له بيرنينج مع الاكسجين عند 300 ديجري سنتيجريد، يعني تحط اكسجين وتحط هيت هنا، خلي بالك في هيت هنا، هيطلع صوديوم بيروكسيد Na2O2. البوتاسيوم والريبيديوم والسيزيوم لما يتفاعلوا مع الاكسجين عند 300 هيطلع بوتاسيوم سوبر اوكسيد وريبيديوم سوبر اوكسيد وسيزيوم سوبر اوكسيد. يبقى اذا الاليمنتس اوف جروب 1A لما يعمل لهم رياكت مع الاكسجين مش كده صح؟ ها؟ هيطلع كام نوع من الاكسايد؟ 3، هيطلع النورمال اوكسايد والبيروكسايد والسوبر اوكسايد. الليثيوم هيطلع نورمال اوكسايد، النورمال اوكسايد، الصوديوم يطلع البير، البوتاسيوم واللي تحتيه يطلع مينا البوتاسيوم تحتيه اللي هو السيزيوم والبيديوم يطلع مينا السوبر اوكسايد. هنا الليثيوم اوكسايد ده النورمال، الاكسجين هنا الاكسجين نمبر نيجاتيف 2، تمام؟ هنا التو اوكسجين دول بنيجاتيف 2، يعني الاكسجين واحده بكام هنا؟ بنيجاتيف 1. التو اوكسجين هنا بكام؟ بنيجاتيف 1، يبقى الاكسجين هنا بكام؟ بنيجاتيف 5. يعني هنا الاكسديشن نمبر للاكسجين في النورمال اوكسايد بنيجاتيف 2. الاكسديشن نمبر للاكسجين في البيروكسايد بنيجاتيف 1، ده خدتها في الترم الاول. الاكسديشن نمبر في السوبر اوكسايد بكام هنا؟ بنيجاتيف 5. فاهمني الكلام دوت؟ نيجاتيف 5. يعني الاثنين اوكسجين في السوبر اوكسيد بنيجاتيف 1 والاثنين اوكسجين في البيروكسيد بنيجاتيف 1. انت فاهمني الكلام دوت؟ ها هنا سوري، الاثنين اوكسجين بنيجاتيف 2، هنا نيجاتيف 2 الاثنين اوكسجين، هنا نيجاتيف 2 فالاثنين اوكسجين، لكن سوري لكن الاثنين اوكسجين هنا بنيجاتيف كام؟ 2. ركز كده معايا، لكن هنا الاوكسجين الواحده بكام هنا؟ الاكسجين نمبر بنيجاتيف 1، الاوكسجين الواحده هنا بكام هنا؟ بنيجاتيف 2. ملاحظش حاجه ان لما اقول سوبر اوكسايد يعني الميتال ده اتفاعل مع اكبر كميه من الاكسجين، بيروكسايد اتفاعل معاه كميه اقل من السوبر، النورمال
ان الميتان اتفاعل مع ايه؟ مع الاكسجين اللي محتاجه بس، النورمال اوكسايد، يعني لسه متفاعل مع الاكسجين اللي محتاجه، ان الاكسجين لسه مونوفالنت والاكسجين دايفالنت خلاص. لكن البيروكسيد ان الميتال ده اتفاعل مع اكبر من النورمال. السوبر اوكسيد يعني الميتال ده اتفاعل مع اكبر من البير، وده دليل ان الاكتيفيتي وانت نازل ها بتزيد، ان الاكتيفيتي بتاعت البوتاسيوم اكبر من الصوديوم اكبر من الليثيوم. لما الاكتيفيتي بتاعت البوتاسيوم اكبر من الصوديوم اكبر من الليثيوم، البوتاسيوم بيتفاعل مع اكبر كميه من الاكسجين ويطلع السوبر. ها الصوديوم اقل شويه يتفاعل مع كميه ها اقل من السوبر، الليثيوم بيتفاعل مع الكميه المعتاده. فالتفاعل الرياكشن القلائي ميتال مع الاكسجين ده بيثبت الجراديويشن اوف اكتيفيتي، وانت نازل في الجروب الاكتيفيتي بتزيد، يبقى تفاعلهم مع الاكسجين يزيد، والدليل ان البوتاسيوم بيتفاعل مع اكبر كميه من الاكسجين وطلع السوبر، الصوديوم بيتفاعل مع اقل وطلع البير، الليثيوم بيتفاعل مع الكميه ايه اللي محتاجها بس المعتاده وطلع النورمال. فهمتني؟ لازم تفهم حاجه تانية ها، ان البيروكسيد والسوبروكسيد اوكسيدايزنج ايجنت. بص لي معي، البيروكسيد والسوبروكسيد اوكسيدايزنج ايجنت. طيب بص لي معي، كيف تعرف ليه البيروكسيد والسوبروكسيد اوكسيدايزنج ايجنت؟ لانه بيتفاعلوا مع الميه او الاسيد ويكون هيدروجين بيروكسيد. خلي بالك اي حاجه تتفاعل مع الميه ومع الاسيد يكونوا هيدروجين بيروكسيد، يبقى دول اسمهم اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايجنت يعني مثلا ادي صوديوم بيروكسيد هنفعله مع ميه طلع صوديوم هيدروكسيد وهيدروجين بيروكسيد، صوديوم بيروكسيد مع ميه HCl اسيد يطلع صوديوم كلورايد وهيدروجين بيروكسيد، البوتاسيوم مثلا سوبر اوكسيد ها مش السوبر هيتفاعل مع ميه يطلع بوتاسيوم هيدروكسيد وهيدروجين بيروكسيد ومعهم كمان ايه اوكسجين، بوتاسيوم سوبر اوكسيد مع HCl يطلع بوتاسيوم كلورايد وهيدروجين بيروكسيد واوكسجين. فاهمني؟ طب وليه السوبر اوكسيد السوبر اوكسيد كومباوند اوكسيدايزنج ايجنت؟ لانه بيتفاعل مع الميه react with water and acid produce hydrogen peroxide و oxygen. يبقى نتفق اي compound يعمل react مع الووتر ها او الاسيد ويديك hydrogen peroxide او يديك hydrogen peroxide و oxygen، يبقى اسم الكومباوند ده oxidizing agent. oxidizing مينا agent. فهمت الكلام ده؟ اسمه oxidizing agent. فخلي بالك من الكلام ده كويس، خلي بالك من الكلام ده ايه كويس. ده بالنسبه لأول جزء. بوتاسيوم سوبر اوكسيد، السؤال ده حلو قوي، البوتاسيوم سوبر اوكسيد، ايه البوتاسيوم سوبر اوكسيد؟ KO2، شايف KO2 ده ماله؟ ممكن يعمل رياكت مع مين؟ يعمل رياكت مع كربون دايوكسيد، كربون مين؟ دايوكسيد. In the presence of catalyst اللي هو كوبر كلورايد ويطلع بوتاسيوم كربونيت واوكسجين. طب دي حلوه في ايه؟ انك انت استبدلت الكربون دايوكسيد باوكسجين. فالتفاعل ده بيستخدم فين؟ This reaction use in purifying the air in closed area. يعني التفاعل ده بيستخدمه فين؟ في تنقية الهواء في المناطق المكفولة زي السبمارين الغواصات والايروبليز الطائرات. ازاي؟ انا لما اركب غواصة، الغواصة دي مكان مغلق، اركب طيارة مكان مغلق، انا باخد ايه من لما بقعد في الطيارة او الغواصة؟ باخد الاكسجين واطلع منها كربون دايوكسيد اكسهيلد جازز. بعد شويه ممكن نموت، ليه؟ لان خلاص المكان اتملى بكربون دايوكسيد. ففي الطائره او السبمارين ده في فلترز، الفلترز ده بيكون مليان بوتاسيوم سوبر اوكسيد وكاتاليست، فنسحب الهواء اللي في الطياره اللي مشبع بمين؟ بالكربون دايوكسيد، ندخله في الفلتر ده، فالبوتاسيوم سوبر اوكسيد ياخد الكربون دايوكسيد من الاير، فاهمني؟ ويتحول لبوتاسيوم كربونيت يترسى في الفلتر ويطلع من الناحيه الثانيه اوكسجين، ندخله للايروبلين او السبمارين احنا نتنفسه مره ثانيه. فهمت الكلام ده؟ يبقى هنا بنعمل ايه؟ يبقى البوتاسيوم سوبر اوكسيد يوز بيستخدم فين؟ في بروفاينج ذا اير ان كلوزد اريا ساتش از سبمارين اند ايروبلينز. ليه؟ لانه بيعمل ريبليس الكربون دايوكسيد ويتش بريديوس فروم اكسيلد اير او ها اكسيلد اير بيحتوي على نسبه كبيره من الكربون دايوكسيد، نمره على مين؟ فلترز اللي فيه بوتاسيوم سوبر اوكسيد وكاتاليست. فيعمل ايه البوتاسيوم سوبر اوكسيد؟ يعمل ريبليس الكربون دايوكسيد وزمينه اوكسجين. يبقى احنا حولنا الكربون دايوكسيد لمينه؟ لاوكسجين. فهمتني ازاي؟ ازاي نحضر الاوكسيد ده من الالكالي ميتال؟ ازاي نحضر الاوكسيد ده من الالكالي ميتال؟ قال لك النورمال اوكسيد اوف الكالي ميتال كان بي بريبير باي ديزولفينج ذا ميتال ان ليكويفايد امونيا. عشان نحضر النورمال اوكسيد يعني عايز احضر ليثيوم اوكسيد، ده النورمال اوكسيد احضره ازاي؟ ها
احضره ازاي؟ هاخد ناخد الميتا اللي هو الليثيوم نداوبه في ليكويفايد امونيا ونضيف له كميه الاكسجين، نضيف له اكسجين هيطلع نورمال اوكسايد. دي الفكره. اي نورمال اوكسايد رمزه ايه؟ ليثيوم اوكسايد Li2O اللي هو M2O، ده الايديال اوكسايد. الاوكسايد المثالي اللي عندنا بيكون M2O. M ده راجع للميتال، ادي الام مع الاو2 طلع M2O. كلهم يطلعوا اوكسايد بيز ميتال اوكسايد، ده بيزك اوكسايد، وكلهم يطلعوا سترونج بيزك اوكسايد، يعني كلهم يطلعوا سترونج بيز ما عدا واحد اللي هو ليثيوم اوكسايد. وترجع حضرتك لشابتر 2 اللي هو الترم الاول، هتلقى في جروب 1A الليثيوم هايد الليثيوم بيطلع ويك بيز، والصوديوم بيطلع سترونج، واللي بعديه سترونج، واللي بعديه سترونج، والسيزيوم اقوى واحد، فكلهم يطلعوا سترونج بيز ما عدا مينا الليثيوم اوكسايد. يبقى ازاي نعمل بريبريشن للاوكسايد؟ بناخد الميتال نعمل له ديزولف الليكويد امونيا، بعد كده نحط على الاكسجين يطلع النورمال اوكسايد اللي هو ايه؟ ام ده الميتال، 2O ده النورمال اوكسايد. كلهم يطلعوا سترونج بيز ما عدا الليثيوم اوكسايد يطلع ويك بيز. ده نمبر 6. نمبر 7 رياكشن اوف الكالاين ميتال ويز هيدروجين. عايزين ايه؟ نفعل الكالاين ميتال مع مين؟ الهيدروجين. لما تاخد ليثيوم مع هيدروجين هيطلع ايه؟ ليثيوم هيدرايد الاي اتش، ده مونوفيلنت ده مونوفيلنت، صوديوم هيدروجين على صوديوم هيدرايد، دول ايونيكا كومباوند، ايونيك كومباوند. هنا الهيدروجين نيجاتيف 1 عشان الليثيوم بوزيتيف 1. احنا واخدين من الترم الاول ان هيدروجين ان موست كومباوند بوزيتيف 1 اكسبت ميتال هيدرايد، مش جروب 1 ايه بوزيتيف 1، يبقى لازم الهيدروجين يكون نيجاتيف 1. تمام. ولو عملت الكتروليسيس لدوا الهيدروجين يروح عند مين؟ يروح عند الانود، والليثيوم يروح عند مين؟ الكاثود. لان الهيدروجين بالنيجاتيف يروح عند ايه؟ النيجاتيف يروح عند الانود والبوزيتيف، والليثيوم بوزيتيف يروح ناحيه مين؟ الكاثود لما نعمل الكتروليسيس. فهمتني؟ الهيدرايت ده ريديوسنج ايجنت. فاكر في الاول قلنا ان البيروكسايد والسوبر اوكسايد اوكسيدايزنج ايجنت. ليه؟ لان اي حاجه تتفاعل مع ووتر او اسيد تطلع هيدروجين بيروكسايد او هيدروجين بيروكسايد واكسجين، يبقى اسم الحاجه دي ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. الميتال هيدرايت هنا ريديوسنج ايجنت. ليه؟ لانها تتفاعل مع الووتر ويكون هيدروجين. اي حاجه تتفاعل مع ووتر تطلع هيدروجين جاز، ها، مش اوكسجين ولا هيدروجين بيروكسايد، يبقى اسمها ريديوسنج ايجنت. فبيقول ايه؟ ليه الميتال هيدرايت او الهيدرايت كومباوند ريديوسنج ايجنت؟ عشان رياكت ويز ووتر ويكون هيدروجين جاز، بيطلع هيدروجين جاز. فالليثيوم هيدرايت ريديوسنج ايجنت ديزولفد ان ووتر تو فورم هيدروجين جاز. فهمت الكلام ده؟ هيدروجين جاز ده عباره عن مين؟ الهيدرايت. دي نمبر كام؟ 7. نمبر 8 رياكشن اوف مين؟ اوف الكالاين ميتال ويز اسيد. الميتال ده فوق الهيدروجين في الالكتروكيميكال سيريس، فيعمل ريبليس الهيدروجين ويطلع الهيدروجين. بس التفاعل ده فيري فيري فيجوراس رياكشن، تفاعل عنيف جدا، لان بيكون اكومبانيد باي ايفولوشن اوف مين؟ هيت. فالهيت تجاب الهيدروجين تعمل له اكسبلوجن، فالكالاين ميتال كان ريبليس هيدروجين اوف اسيد، والرياكشن ده فيجوراس رياكشن، تفاعل عنيف ويطلع صوديوم كلورايد بلس مين؟ هيدروجين. ده رياكشن ويز مين؟ الكالاين ميتال ويز مين؟ اسيد. نمبر 9 رياكشن اوف الكالاين ميتال ويز نون ميتال. ميتال مع نون ميتال يطلع ايه؟ ايونيك كومباوند. فالكالاين ميتال يعمل رياكت فيجوراسلي ويز هالوجين. طبعا الهالوجين، ها، ما الهالوجين ده نون ميتال، صوديوم مع كلورايد يطلع صوديوم كلورايد، بوتاسيوم مع برومين يطلع بوتاسيوم برومايد. فهمت الكلام ده؟ التفاعل ده بيكون ايه؟ فيجوراس رياكشن، وبيصاحبه اكسبلوجن، انفجار. طب خد نون ميتال زي السلفر، صوديوم مع سلفر يطلع صوديوم سلفايد، وكلمه سلفايد صوديوم ان ايه؟ سلفايد يبقى اس، والفالنس بتاع الصفات ده فيلنت والصوديوم مونوفيلنت. طيب بوتاسيوم مع فوسفايد طلع ايه؟ بوتاسيوم فوسفايد. بوتاسيوم كي فوسفايد يبقى بي، الفالنس بتاع الفوسفاس هنا ترايفيلنت، والبوتاسيوم هنا مونوفيلنت، فبوتاسيوم فوسفايد. طبعا فهمت الكلام دوت؟ ده بالنسبه لمين؟ كل اول ذا سولت اوف الكالاين ميتال ار سولت، كل الجروب دي سولت تدوب في الميه. كل الالكالاين ميتال سولت ديزولف في الميه، يعني الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والبيدام والسيزيوم سولت ديزولف في الميه. دي حته مهمه جدا، خلي بالك، يعني الصوديوم كلورايد، بوتاسيوم كلورايد، صوديوم سلفايد، بوتاسيوم فوسفايد، كلهم ديزولف ان ووتر. ما لاحظتش حاجه؟ انت خدت سلفايد وخدت فوسفايد وخدت من فوق حاجه اسمها نيترايد. فين النيترايد؟ اها، لما احط اي حاجه تنتهي باي دي اي نحط الاليمنت نفسه، يعني نيترايد يبقى تحط نيتروجين، والفالنس ترايفيلنت،
سلفايد تحط الاس بس والفالنس دايفيلنت، فوسفايد تحط البي بس والفالنس هنا تراي ها تراي مينا تراي فيلنت تراي فيلنت. دول الناين بروبرتيز، ناين بروبرتيز فهمني. ده الجزء اللي هو مينا الاول من الدرس.